السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل على الشغل والطاقة من مراجعة الفصل 4 للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. مسألة 60 معها رسمة، فمنضيف نحن بعض النقاط الأساسية. نقرأ المسألة مع بعض. تبدأ كرة كتلتها كتلة 522 جرام، إذن رمز الكتلة M سمول، حولتها لكيلو جرام بقسمتها على 1000. حركتها من حالة السكون معناتها السرعة الابتدائية 0 وطاقة الحركة الابتدائية 0، وتنزلق إلى أسفل مسار غير احتكاكي، إذن مسار غير احتكاكي كما في الشكل، ثم تفلت من المسار أفقيا وترتطم بالأرض. من أي ارتفاع عن مستوى الأرض بدأت الكرة حركتها؟ يعني بده اتش اللي هي هذا. إذن عندك موضع 1 وموضع 2 وعندنا موضع 3. منين بدي أبدأ؟ ببدأ إنه من الطاقة الميكانيكية في الموضع 1 بدي تساوي الطاقة الميكانيكية في الموضع 2. الطاقة الميكانيكية في الموضع 1 عبارة عن طاقة حركة زائد طاقة وضع، طاقة الحركة زائد طاقة وضع. طاقة الحركة في الموضع 1 0، يعني بدأت من حالة السكون. طاقة الوضع في الموضع 1 عبارة عن mg في h اللي نحن بدنا اياها، بدنا h. طاقة الوضع في رقم 2 عبارة عن mg h 2 اللي هي هذه h 2 زائد نصف الكتلة في مربع السرعة في 2. بنعوض ومنشوف. اختصرنا على ام، راحت ام مع ام مع ام، بقيت بهذا الشكل. نستخرج منها اتش، صار عنا اتش مجهولة، اتش 2 عنا ياها، جي عنا ياها، لكن في 2 مجهولة ايضا، يعني صار عنا مجهولة نسميها معادلة رقم 1. ندرس المرحلة من 2 إلى 3 كمقذوف أفقي، ونستخدم المعادلات هذه في المقذوف الأفقي. من طالع الزمن من معادلة المسافة الأفقية، ومنعوضها بمعادلة المسافة الرأسية. المسافة الرأسية دلتا واي عنا ياها اللي هي 1.25 اللي هي اتش 2، سميناها هناك اتش 2، والنصف كتبته بهذا الشكل، وهذه جي دلتا تي تربيع اللي هي دلتا اكس على في 2، هاي دلتا اكس على في 2 هذه هي. مين المجهول بهالمعادلة؟ في 2، هذا المجهول في 2. نرتب المعادلة بهذا الشكل، نستخرج منها في 2، نحسبها. إذن السرعة في المرحلة رقم 2 تطلع 1.98 متر لكل ثانية. نعوض في المعادلة الرقم 1 اللي نحسب H، هذه هي H وتساوي H 2 زائد هذا الكمية. عوضنا H 2 اللي هي عبارة عن دلتا Y، هذه عبارة عن اتش 2، ونحسب تطلع 1.45. الطلب ما مقدار سرعة الكرة عند افلاتها من المسار؟ نحن حسبناه في المرحلة السابقة. ما مقدار سرعة الكرة عند ارتطامها بالأرض؟ بدي سرعة الكرة هنا، كيف نحسبها؟ نحن بنعرف انه الطاقة الميكانيكية في الموضع 1 تساوي الطاقة الميكانيكية في الموضع 2 تساوي للطاقة الميكانيكية في الموضع 3. الطاقة الميكانيكية في الموضع 1 هي عبارة عن طاقة حركة زائد طاقة وضع، وفي الموقع 3 طاقة حركة زائد طاقة وضع. طاقة الحركة الابتدائية 0،
يعني بدأ من السكون، وطاقة الوضع في 3-0 لأنه ارتطمت بالأرض يعني مستوى مرجعي. طاقة الوضع الابتدائية عبارة عن MGH تساوي نصف الكتلة في مربع السرعة، بنختصر على الكتلة وبنحسب في 3، بنعوض وبنحسب وبنجزر، تطلع في 3 5.33. إذن فكرة الحل من فهمك لهذا المبدأ وفهمك لهذه المعادلة. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.